مرحبا أصدقائنا متابعي قناة هل تعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائي اليوم سوف نتعرف كما عادتنا على الكثير من الاختراعات المذهلة والمدهشة والتي سوف تغير رأيكم حول تكنولوجيا العالم الجديد. هيا بنا لنبدأ. هذا اختراع مذهل لتقطيع الكابلات القاسية وإزالة النحاس من داخلها. شاهدوا مدى دقتها، تزيل كل البلاستيك القاسي. هذا لحم، أليس كذلك؟ لكنهم سيقومون بربطه بهذه الطريقة. إنه نوع من اللحوم الفاخرة، يقومون بشيها وطهوها وتكون غالية حتماً. هؤلاء الأشخاص سيقومون بتشكيل أحد الأسيجة الكبيرة والمرسومة والمنحوثة فقط بالمعدن الساخن. في الأول قد تظن أنه روبوت، لكنه يدوي، يقوم بتشكيل هذه الشوكولا على كل الحلويات. مثالي. لتشكيل مثل هذه السلاسل يجب أن توفر لها ضغطا هيدروليكيا كافيا وكذلك معدنا قاسيا. في الأول ستقولون هذه عملية إشارة، لكنها عملية تقطيع الثلج. لا أدري هل سأقول لها عملية ثلاجة؟ أنا أمزح. لا أدري هل يريدون تحويل هذه الشجرة ولذا يربطونها بهذا الشكل؟ أم أنهم يربطون لغاية ما؟ ربما قبل قطعها أو قبل جرفها لتحويلها إلى مكان آخر، يقومون بربطها بهذا الشكل لكي تبقى كل الأغصان مع بعضها البعض. هذا ما أظنه. شاهدوا كيف يقومون بشطر هذه الرخامة. هذا الرخام رائع جدا، يأتي في الأول كصخرة لكنه يقسم إلى طبقات متساوية. ماذا عن قاطع الأشجار هذا؟ صغير لكنه مكير. هذه عملية نحت، العديد من الروبوتات تنحت لنا نفس الشكل. شاهدوا تمعن جيدا، ما سترونه الآن سيذهلكم. هذه أذكى عملية فرز الشتائل ستشاهدونها، رافعة صغيرة ومثالية لا تضر أيا من تلك الشتائل، تقوم بتوزيعها بطرق مناسبة. يقولون اضرب الحديدة ما زال جديد أو اضرب الحديدة ساخنا، وها هم يقومون بتشكيله ساخنا. مثال غاية في الروعة. رائع جدا، يبدو كالزبدة، لكن لو وضعت يدك هنا يا صديقي ستحرقها. ما تشاهدونه هي رغوة، لكنها تشكل لنا الإسفنج، تسمى الموس. ما تشاهدونه هي عملية تصفيف العشب الاصطناعي. شاهدوا العملية.
هكذا يجهزون العشب الاصطناعي لتلفيفه قبل الذهاب به إلى الملاعب. هذا الروبوت يقوم بتصفيف هذه الدونات. ذكي للغاية. ماذا سيكون هذا في نظركم؟ إنها طنجرة الطبخ. شاهدوا كيف يقومون بصناعة أسفلها. أما لمحبي الحلويات والمادلين فهذه تقنية رائعة. شاهدوا كيف يقومون بتقطيعها متساوية. شهية طيبة. وهذا نوع آخر من الحلويات. لصباغة هيكل السيارات ومنعه من الصدأ والتآكل، هذه طريقة مثالية. هذه أذكى عملية تسييج ستشاهدونها. ذكية حقاً. وهذه عملية تلميع وصقل مثالية جدا. ماذا عن الدونات؟ هل تتمتع الدونات الأخرى بطباعة ثلاثية الأبعاد؟ هل يمكنكم أكلها؟ أنا أشك في ذلك. لصناعة البسكويت أو ثقب عجينة البيتزا، هذا اختراع مذهل. إنه كمشط الشعر. ماذا عن حصادة المزارعين الأقوياء؟ هل سيحصدون جبال الألب؟ لا أدري، لكنه فعال حتما. إنه يجمد في الحين. نكات تريدها والقليل من السكريات. ماذا عن صناعة الآيس كريم؟ هل تحبونه؟ شاهدوا كيف تصنعه هذه الروبوتات. ونوع آخر من المجمدات أو الآيس كريم. شاهدوا. وبداية مع صناعة السلاسل هذه، قد تبدو لكم للوهلة الأولى أنها هيدروليكية بدائية، لكن شاهدوا التقنية الحديثة. أما هذا فهو عملية تشكيل علب بالبلاستيك. أصدقائنا نترككم مع بقية الفيديو، نقول لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة على نفس الموعد وعلى نفس القناة. نلتقي غدا. Bye-bye.